نعمل حفلة لكل أصدقائنا في الأردن. منحب ندعيكم على عرض الهدية مع خوذة من توتي ومندلينا وبطيخة وعامل نظافة وتتفزية وعفو عديد اللي رح يصير بتاريخ 29/12 الساعة 3 بعد الظهر في قصر الثقافي عمان. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم فوق كل التفاصيل للحصول على التذاكر، وإحنا بنتظاركم. إلى اللقاء. مرة واحدة وخلاص. مرحبا يا دمران، كيفكم؟ يلا أنا مع صديقي وسيم. شو زبلي؟ هدية. وسيم زبلي هدية. شو فكركم فيها؟ بتخشخش؟ شوف شوف إذا بتخشخش شوف. بدك نفتحها نشوف شو فيها؟ يلا افتحها معي. افتح يلا افتحها معي. شو هاي؟ شو هاي؟ عليها اخطبوط لون اخضر. شو فكرك فيها؟ شو مكتوب؟ اي بول ذا اكتوبس. ما انا غشوش. بعد اسمه بول. هاي بول، كيفك؟ قول مرحبا لبول. مرحبا. بول هذا وسيم. وسيم وسيم بول. بول وسيم. اسا انا ووسيم بدنا نشوف شو فيها لهي العلبة. واحد واحد اثنين ثلاثة. واو، شوفوا محلاها. شو هاي اللعبة؟ بتعرف شو هاي اللعبة؟ شو هاي؟ ايه؟ شوف هاد راسر الاخطبوط. شو بدك تركبها؟ يلا افتح 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 مركب. شوفوا مرغة شكا. واو احلى. كيف فكرت بلعبوا هاي اللعبة؟ انا ما اعرفها. ايش تعرف انت؟ تعرف؟ واو تحرك وشو هيك. شو؟ ما وقفي. هيك بتضحك. شو هاي؟ ادي 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 هيك. اوبا. ايه يلا شاطر شاطر. اوبا ركبنا ايدين الاخطبوط. اسا بدنا نحط السلاطعين هون. ايه محلاه نحطهم ببيتنا هيك. اه فهمت اللعبه. لازم هيك نحط راس الاخطبوط. اه بصير يتحرك ايديه هيك. لازم نمسك السلطعون بدون ما نخبط ايديه. اذا بنخبط بايديه اللي بخبط لازم يأمره، يعني إذا أنا خبطت بإيده وسيم لازم يأمرني، بس إذا وسيم خبط بإيده لازم أنا أمره، صح شاطر؟ يلا تعال نعبيها. حلال اللعبة أنا معجوعة. حجر ورقة مقص. 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 هو أول. جاهز وسيم؟ دير بالك تخبط بإيديها. واحد اثنين ثلاثة. ياي يلا. أم واحدة مسطرة وسيم. ثلاثة. إسا دوري وسيم. كمان واحدة جمعت. ثلاثة ثلاثة. إسا تعال نشوف قديش أنا بجمع. بخلص بضغط. بالنجاح انا جمعت 1 2 3 4 5 6 جمعت 6. يلا وسيم يلا اضغط. بطل. واو طلعت تنتين مره واحده. مقواك يما. طلعت كمان واحده. واو كيفك عم تعملها؟ نساوي ضحكت. صار معي ملان. طيب يلا دورك. يلا واو دير بالك دير بالك دير بالك.
كيف هيك ما لوصل بخط الحقاب؟ واو بطل فيه سرط عين. طيب اسا بدنا نعد قديش كل واحد عنده سرط عين ونشوف مين ربح. يلا عد. 11 انا معي 9 بس. طيب بنفع نلعب كمان دور؟ ياي يلا اسا دوري. انا بفكر انه انا راح اربح. انت من فكرك انه راح يربح؟ انا كل واحد بخبط باجريه لل الاخطبوط لازم نأمره. يعني اذا انا بخسر انت بتأمرني امر سحب سحب سحب، واذا انت بتخسر انا بأمرك. طيب ابا واحد اثنين طيب اسا وسيم لازم يأمرني امر. شو بدك تأمرني يا وسيم؟ امسك الشوارب كل اللعبة. البس شوارب لكل اللعبة؟ طيب. واو مش ظبطات. هذه الامر تاع صورة. واو واو يا عشرة انا 9 خسرت كمان مرة. وإنت ضربة ثانية أمرني كمان أمر. شو فكركم بأمرني؟ أي باروكا مع نظارات البسان. طيب تضحكيش. طيب قلت يا بنات اكتبوا لنا تحت بالتعليق شو رايكم باللعبه اللي عملناها انا ووسيم، وما تنسوش تفتحوا كمان سبسكرايب. الى اللقاء. باي باي. راح نعمل حفله. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.